زي ما قلت لكم انا مؤمن ان الموضوع مش موضوع موهبه بس، عشان كده كونت تيم ذا ميكر ما بيمثلش ميدو بس، ولكن انا عندي فريق من اكتر من 30 واحد، عندي فريق كامل متخصص للبوزيتيف سايكولوجي والسبورت سايكولوجي، لان لعيب الكره عشان ينجح لازم يكون عنده العقليه اللي تقدر ان هي تنجحه في وسط ناس بره، اهم حاجه بيميزهم عقليتهم. طبعا البرنامج بتاع تطوير المهارات، انا عندي التكنيكال دايركتور بتاع المشروع حاصل على اعلى الرخص التدريبيه من الاتحاد الاوروبي. الاولاد اول لما بيجوا لنا بيعملوا كشف طبي كامل ببلاد سكان بكل الحاجات اللي تقدر تعرفنا جسمه بشكل كويس، وجايبين دكتور تغذيه طبعا متخصص بيحط نظام غذائي لكل واحد فيهم وبرنامج غذائي لكل واحد على حده. مش بس كده، احنا كمان جزء من مهام دكتور التغذيه ان هو يعلم الاولاد عن جسمهم ايه اللي مفيد ليهم، ازاي المفروض يناموا، ازاي المفروض يعملوا الريكفري بتاعتهم، ليه المفروض ياخدوا بروتين بعد التمرين، ليه المفروض ياخدوا كاربز قبل التمرين، ليه المفروض، حاجات كتيره جدا بيعلمها لهم. بلس طبعا الاديوكيشن، اللي انا مؤمن ان مفيش لعيب كوره بيقدر ان هو يكمل المسيره بتاعته وان هو يستمر حتى بعد ما يعتزل ان هو يعيش كويس ويبقى ناجح الا لما يكون خد ذا رايت اديوكيشن وخد التعليم الصح.